ريكاب ميدي. ريكاب ميدي. متابعة تحاليل ونقاشات معمقة لكل الأحداث في تونس والعالم. ريكاب ميدي يجيكم من الاثنين للجمعة من نص نهار لساعتين على الحياة فام. متابعة لآخر المستجدات الإخبارية. اهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس كل انتم في الاستماع لاذاعه الحياه فم. موعد جديد من غيكاب ميديا، نص نهار و19 دقيقه من توا حتى لساعتين. نرجع على ابرز المستجدات على الساحه الوطنيه اقتصاديا وسياسيا وغيرها من المواضيع اللي تستنى فيكم لليوم في غيكاب ميديا. تنجموا تسمعونا على 93 على البوندا فم ولا على الباج فيسبوك نتاعنا اذاعه الحياه، مقابلها بالفرنسي الحياه فم، وبيا على اللايف ستريمينغ الحياه فم .net. ترحب بالفريق العامل معي لليوم، امنا خيط في الاخراج التقني للحصة، واحمد الشفار في الديجيتال. معكم سهام حمدي في غيكاب ميدي من توا حتى لساعتين. غيكاب ميدي. غيكاب ميدي. متابعة تحاليل ونقاشات معمقة لكل الاحداث في تونس والعالم. غيكاب ميدي يجيكم من الاثنين للجمعة من نص نهار لساعتين على الحياة فام. شنو سنة فيكم لليوم؟ نحكيه على آخر المستجدات الاقتصادية. التقرير اللي أصدرته وكالة فيوتشر رايتينج البارح بخصوص إمكانية التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، أو قالت لازم يتم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي في أقرب وقت. في المقابل أعطت بعض المؤشرات اللي يدل على صعوبة التوصل إلى هذا الاتفاق، وهل يعني هذا المرور إلى نادي باريس أم لا. كذلك باش نحكيه على موقف عمداء المحامين سابقا، مجموعة من العمداء السابقين اللي أصدروا بيان مشترك رفضوا فيه مشاركة هيئة المحامين في الحوار الوطني اللي اعتبروه حوار شكلي يدعو له رئيس الجمهورية قيس سعيد. كذلك باش نحكي وعلى خطاب رئيس الجمهورية البارح بحضور وزير الشؤون الخارجية، وأعلن وطلب من أعضاء لجنة البندقية مغادرة تونس فورا، قال هما غير مرغوب فيهم وطلبهم يعني بمغادرة البلاد، وهدد بالانسحاب. ماذا يعني هذا التصريح؟ هل هناك وقع لتقرير لجنة البندقية؟ هل يعتبر ذلك تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية لتونس؟ نزيد نحكي على آخر الاستعدادات بالنسبة لهيئة الانتخابات. رسميا انطلقت حملات التسجيل للانتخابات، وكذلك بعد دعوة الناخبين للاستفتاء نلقاو فما بعض الصعوبات اللي تواجههم هيئة الانتخابات، والرزنامة لم يتم الإعلان عنها بعد. باش نرجع بأكثر تفاصيل على هذا الموضوع. نص النهار و36 دقيقة على إذاعة الحتفين، من ثم في الاستماع لغيكاب ميدي، موصل معكم حتى لساعتين. نرجع على أبرز المستجدات على الساحة الوطنية سياسيا وكذلك اقتصاديا. Tout de suite في الانترفيو دو جور. انترفيو دو جور. مرحبا بك سي حمادي البقلوتي، الناشط في المجتمع المدني والمتابع للشأن العام. مرحبا بك، مرحبا بالمستمعين والمستمعات لعيدات الحياة فهم. شكرا جزيلا ليك. دونك سي حمادي، نتابعوا في آخر التقارير الاقتصادية اللي تهم بلادنا. البارح وكالة فيوتشر رايتينج هبطت تقرير جديد بخصوص الوضع الاقتصادي في تونس، أشارت إلى أنه لازم أو ضرورة يتم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي خاطر فما عدة صعوبات. هل تونس قادرة فعلا على أنها تتوصل إلى اتفاق مع الصندوق، نعم أم لا؟ عدم التوصل إلى هذا الاتفاق ماذا يعني؟ هل يعني الدخول إلى نادي باريس أو لا؟ هذا الكل بيكون محور حديثنا مع ضيفنا الخبير الاقتصادي السيد صادق جبنون. صادق جبنون مع السلامة، مرحبا بك على إذاعة الحياة فام. مرحبا بك، تحية ليك وللسادة المستمعين ولضيوفك الكرام. شكرا جزيلا ليك على قبول الدعوة. سي صادق جبنون، المؤكد وأنك تابعت البارح تقرير وكالة فيتش رايتينج للتصنيف الائتماني، يعني تشير إلى صعوبة التوصل إلى اتفاق، وفي المقابل تشدد على ضرورة التوصل إلى هذا الاتفاق. كيفاش الساعة تابعت هذا التقرير، أو موقفك وقراءتك ليه بشكل أولي؟ شكرا. هو التقرير نتاع فيتش هو ما يختلفش كثير على التقييم الاخير لصندوق النقد الدولي اللي قدمه الناطق الرسمي السيد جيري راد لما وصف بالوضعيه الاقتصاديه بالوضعيه الكارثيه، ومع ذلك يعني يقدم علاش قدم المعطيات وقال كون الاصلاحات يجب ان تنطلق حتى قبل حتى يعني الاتفاق مع صندوق النقد لتلافي الوضعيه الحاليه.
فيتش أمس يعني في هذا يعني التقرير الجزئي، يعني مش تقرير، يعني مش تقرير يعني كامل، يتسمى يعني يتسمى يعني باللغة الفرنسية يعني سنت لغة فرنسية يعني من مينوت ولا يعني ولا يعني من يعني من يعني نوت على الوضعية. تقرير موجز نقولوا احنا سي صادق. نعم نوت يعني تسمى باللغة الإنجليزية. يصدر في فترة وسطى قبل يعني يعني قبل يعني التصنيفات، أو يبين موقف يعني الموقف الاقتصادي الموقف التقني اللي يقع عليه بناء يعني بناء موقف وكالة التصنيف. نشوفه كونه إضافة إلى العوامل التقنية ثم العامل السياسي والاجتماعي اللي هو اليوم سواء عن فيتش أو حتى عن موديز زوز عن نفس الشيء، يمثل أهمية كبيرة في صناعة قرار التصنيف وفي التقييم الاقتصادي. ينجم يكون حتى في نسبة من 50 إلى أكثر، إلى من 50% إلى 55% مبني التقييم الاقتصادي والاجتماعي. اللي قالوا فيتش كانوا ثم ضرورة للاتفاق بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل حول الإصلاحات والانطلاق فيها بأسرع وقت ممكن. الإصلاحات الهيكلية بما اللي طرحها صندوق النقد، يعني كتلة الأجور، الدعم، المؤسسات العمومية، مناخ الأعمال وهيكلة الدين العام. هذه الإصلاحات الكبرى المطروحة الآن ومعروفة، وتكلم عليها عديد منظمات دولية بما فيها حتى الأوسيديو، منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية اللي فيها مجموعة السبع دول الكبار الجيتات، وأعطت حتى رؤية متكاملة للوضعية الاقتصادية في تونس، الأزمة، أسبابها، الحلول الممكنة بما فيها الحلول المستعجلة والحلول المتوسطة المدى. اللي تقول امبارح الوكالة كونه لابد من الوصول إلى اتفاق فترة وقت ممكن بين الحكومة واتحاد الشغل للذهاب إلى صندوق النقد الدولي، لأن الوكالة وغيرها من الفاعلين الاقتصاديين الدوليين ينتظروا في على الأقل الاتفاق المبدئي، ما قلناش الاتفاق النهائي، على الأقل الانطلاق المبدئي للمفاوضات على غرار ما وقع مع لبنان قبل نهاية الثلاثي الثالث في سنة 2022. وإلا بعد باش يقول يعني من هوني لشهر سبتمبر على أساس أنه يتم معناها حل حالة. نعم. تتوقع سي صادق أنه باش يصير اتفاق بين الحكومة وبين اتحاد الشغل، على خطر هذا الأسبوع فما اجتماع مرتقب بين الطرفين المؤكد وأنهم باش يطرحوا فيه هذه المواضيع، ورئيس الحكومة صرحت بأنه ما عادش فما انتدابات بما فيها حتى سد الشغرات إلى جانب يعني الضغط على كتلة الأجور. هذا باش يكون يظهر لي عنصر توتر بين الحكومة والاتحاد سي صادق. هي على كل حال هي الإصلاحات الهيكلية معمرها ما كانت إصلاحات يعني تدخل يعني الفرحة سواء على الرأي العام أو على النقابات أو على غيره من الفعاليات الاجتماعية، لأن نظرا للضعف الهيكلي الاقتصادي ينعكس آليا على القطاع الاجتماعي، وهذا نشوفه فيه اليوم حتى داخل الاتحاد الأوروبي مع ارتفاع نسبة الضغط 8%، يعني ارتفاع نسبة الفائدة، يعني ارتفاع الأسعار، يعني يمكن الذهاب إلى موجة جديدة من الزيادات الضريبية. فبالتالي هذه كلها لابد أن تدخل في إطار اتفاق، وصوت الحكمة هو اللي يكون في عنده يعني الكلمة العليا في وضعية نحن يعني العالم أجمع، الحرب في أوكرانيا وجراء استمرار جائحة الكوفيد والعادة وتظهر جدا جوائح أخرى مع الفاريول وغيرها، يعني قد يؤدي هذا إلى اضطراب الاقتصاد الدولي. اليوم أصلا الصين دخلت في يعني انكماش وعملت عليه، فبالتالي ثم يعني ضرورة لإيجاد اتفاق بين المركزية النقابية والحكومة حول هذه الإصلاحات، حول الماهية متاحة، حول انعكاساتها والكلفة الاجتماعية، وبالتالي الذهاب بهذا كله إلى صندوق النقد بخطة واضحة ومتكاملة. إذا تم هذا على الأقل الاتفاق الأولي كما قالت فيتش يعني قبل موفى الثلاثي الثالث ل 2022، وإلا بعد كلها يطرح مشاكل أخرى عدم وصول الاتفاق، منها يعني مخاطر الذهاب إلى نادي باريس وإعادة
هيكلة الدين وجدول الدين. باش نحكيو عليه سي صادق نادي باريس، فقط نحب سؤال من فضلك. السيد نور الدين الطبوبي كان أشار في خطاب ليه يعني في الأيامات اللي فاتت، وقال اللي فما ازدواجية في العمل بين الحكومة وبين رئيس الجمهورية قيس سعيد اللي عين هذه الحكومة. الرئيس يتحدث على لجنة استشارية اقتصادية واجتماعية للقيام بإصلاحات في هذا الخصوص، والحكومة تقول أنا عندي برنامج اقتصادي وقريب نتوصل إلى اتفاق وإلى المفاوضات متقدمة يعني مع صندوق النقد الدولي. في المقابل اتحاد الشغل يعني عنده مبادرة اقتصادية زايدة باش يعرضها على الأحزاب والمنظمات وتكون مفتوحة على الجميع. يعني كيفاش ترى التشتت نتاع المبادرات هذه نجم يخدم الموقف التونسي في مفاوضاته مثلا مع الصندوق؟ لا أبدا، هو لازم أن يكون واضح كونه وراه المحاور نتاع اتحاد الشغل راه يعني الحكومة بل الجهات الأخرى، لأن هي الجهة التقريرية بالطبع مع يعني رئيس الجمهورية. على اللجنة الاقتصادية اللي يقع الحديث عليها هي تخص يعني عملية الاستفتاء وإعادة صياغة الدستور، هذه مسألة أخرى. لكن اليوم نحكيه على الحوار في إطار لجنة 5+5 اللي هي نوعا ما تعوض إلى نوعا ما يعني المجلس الاقتصادي والاجتماعي. بل الاتحاد بالطبع عنده المطالب نتاعه نظرا لتدهور المقدرة الشرائية، هذه يعني ما تخفى على حد نظرا لانعكاسات ارتفاع التضخم المالي. والبنك المركزي في الترفيع الاخير نتاعه ب 0.75 نقطه اساس لسعر الفائده اعطى اشاره انذار كان تحب للكل يعني لكل الفاعلين في المساله الاقتصاديه والاجتماعيه يعني الحكومه والاتحاد والناس الكل، كونه راهو الوضع الاقتصادي المالي نظرا لجراء الانعكاسات الدوليه والوضع الاقتصادي المحلي ما عادش يتحمل هكذا تأخيرات أو هكذا تجاذبات. فيعني نرى كونه الأحرى كونه يقع الجلوس بين الحكومة والاتحاد والتوصل إلى اتفاق، ما نقولش حتى توافق، إلى اتفاق يقع بعد الذهاب به مباشرة إلى صندوق النقد في على الأقل اتفاق أولي في انتظار يعني استكمال المحادثات التقنية ثم المفاوضات النهائية اللي باش تصير معاه. لكن هذا كله راه باش ياخذ وقت، واكثر تاخير منا نحن واكثر عدم يعني تناسق في الموقف التونسي راهم بعد باش ما يخدمش المصلحه التونسيه طبعا، باش من بعد باش تكون الكلفه نتاعو عاليه على الصعيد الاقتصادي والمالي وبالطبع على الصعيد ايضا الاجتماعي. سي صادق، في نهايه الاسبوع طلع وزير التشغيل والشغل وقال ان التكوين المهني والتشغيل بما انه هو الناطق الرسمي باسم الحكومه، وقال ان المفاوضات مع صندوق النقد الدولي سايره بشكل جيد، وان اثناء الاسبوع سيقع فتح حوار مباشر مع مختلف الاطراف، وان الحكومه ملتزمه بكل ما سبق من اتفاقيات. يعني ثم باب ايجابي محلول. في المقابل يقول انه بالنسبه لتخفيض كتله الاجور وسياسه الدعم ما زالت بعيده شويه، فما رايك استاذ؟ وعلى كل حال نحن يعني نتمنى هذا. انا قلت لك يعني اسرع وقت يصير فيه الاتفاق والذهاب لصندوق النقد اسرع وقت ما نخرجوا على الاقل جزئيا، لان يعني الاتفاق مع صندوق النقد وحده راه ماهوش يعني كافي في الظرف هذا، في على اقصى الحالات باش تحصل يعني على 2 مليار دولار، لكن القيمه نتاعو قيمه معنويه تجاه الاسواق، يعني عوده تونس في اطار المنظومه الماليه الدوليه بالرغم من التقييم السيادي على الاقل تنجم تلقى اتفاقات ثنائيه مع دول مموله. ما نحكيش على السوق لانه الان سعر العائد على السندات التونسيه مرتفع برشا، لكن المهم هو الاتفاقات الثنائيه والعوده الى الممولين المؤسساتيين كما البنك الافريقي للتنميه كما البنك الاوروبي كما غيرهم من يعني من الممولين الثنائيين والمؤسساتيين. المطلوب هو كما قلت لك الوصول الى اتفاق في اسرع وقت، لكن بالنسبه للمقدره الشرائيه صحيح هو يعني ما تماش عن تقليص الاجور يعني ما تفهمين فيه، لكن الاجور بحد ذاتها تهتري بحكم التضخم المالي. ما تنساش نسبه التضخم المالي عندنا مرتفعه اضافه الى التضخم المورد من شريكنا يعني الاقتصادي والتجاري الاول الاتحاد الاوروبي، اضافه الى ارتفاع سعر الدولار وسعر برميل البترول اللي وصل اليوم 120 دولار، بينما قانون المالية آخر نسخة فيه كانت يعني الفرضية المعتمدة هي 75 دولار. الفارق هذاك كل باش تلقاه في ميزانية الدولة بحساب 120 مليون دولار على الأقل عن كل دولار ارتفاع، وأيضا
على التضخم المالي في سعر النفط ومشتقاته، في سعر الغاز، في سعر الكهرباء، خاطر ما تنساش كونه يعني النفط ومشتقاته راه يدخل في صناعه يعني تقريبا كل شيء بما فيها صناعه الادويه، البلاستيك، المقتنيات اليوميه، يعني كلفه ايضا النقل، حتى القطاع الفلاحي يعتمد على المشتقات النفط يكون يعني الديازات. واليوم سي صادق يعني قفزت اسعار النفط بعد القرار الاوروبي البارح بخصوص يعني التقليص من وارداتهم للنفط الروسي بنسبه 90%، فقفزت حتى التوقعات بالنسبه لشهر جويليا اصبحت في حدود تقريبا 118 دولار للبريل يعني حسب التوقعات. نعم هذا معدل دون اعتبار امكانيات التطور الازمه. انا عندي التقرير الاخير بتاع جي بي مورغان يتحدث عن مقاطعه للنفط الروسي كليا من اوروبا، بالطبع من الولايات المتحده الامريكيه اصلا هذه مقاطعه النفط الروسي، مع عدم توجه دول الاوبيب الى رفع الانتاج قد نصل الى سعر برميل النفط يرتفع اكثر من 160، وفي حدوث ازمه يعني ازمه عسكريه مباشره بين الاتحاد الاوروبي وروسيا او بين الولايات المتحده الامريكيه وروسيا قد يرتفع سعر برميل النفط الى 150. فبالتالي اللي قلنا عليها هذه قبل يعني فرضيه مستحيله اربع شهور التالي، ولات اليوم يعني فرضيه ما نقولش مستحيله لكن يعني يجب اخذها بعين الاعتبار. يعني سعر النفط الرخيص يعني وفات المساله هذه. سي صادق، بالنسبه توا لاتفاق التونسي مع صندوق النقد الدولي، استأنسا بآراء الخبراء الاقتصاديين تقريبا هناك شبه إجماع خليني يقول على أنه لن يتم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي. احنا نقول إن شاء الله يتم الاتفاق، ولكن قراءة للآراء متاع الخبراء الناس اللي هي مختصة في هذا المجال، إذا ما تمش التوصل إلى اتفاق مع الصندوق ماذا يعني ذلك؟ هل هذا يعني الدخول إلى نادي باريس أم ماذا؟ شنو البدائل؟ هو في حد ذاته وراه عدم التوصل الى اتفاق، وقالت لك يعني ويكال فيتش في التقييم تاعها يعني المرور الى اعاده جدوله الدين ونادي باريس. وكان هو نادي هذا النادي يعني عاود تم اعاده للهيكله نتاعو، ولا فيه اليوم مجلسات مع ايضا اعتبار دخول الصين، رسم اتفاق لادخال الصين، لكن نفس الجلسات باش تلقى فيه ديما نفس الدول يعني المتعامله مع تونس اساسا على صعيد الدين، يعني فرنسا والمملكه العربيه السعوديه والدول المقربه لتونس على صعيد الدين الخارجي، يعني باش ترجع عروض يعني عوضه ان تكون حوارات ثنائيه، باش تكون حوارات مع مجموعات مع الدائنين الخواص اللي يجيو في نادي لندن من قبل. ثم زاد يعني ما تنساش التقرير اللي قبل هذا اللي خرج حينها من رئيس صندوق استثماري تم ذكره في بلومبرغ يتحدث على تونس، يعني الدين الخاص نتاع تونس في حدود 5 مليار يورو ما يبررش الذهاب الى نادي باريس. فبالتالي ثم يعني تردد من الناحيه هذه، هذا ما يعطي فرصه بالرغم من نقولوا الظرفيه الصعبه الان للحصول على اتفاق، لكن يعطي فرصه، ثم تبقى فرصه لو كان يعني نقولوا تتوحد المجهودات ونحاولوا ربح الوقت، ثم فرصه ولو انها فرصه ماهيش يعني فرصه يعني كبيره، لكن تبقى فرصه قائمه للوصول الى اتفاق او بدايه اتفاق، ما قلناش اتفاق نهائي، او بدايه اتفاق يعطي يعني مجال مناوره لتونس وللحكومة التونسية. البعض صادق يوصف مثلا إمكانية دخول تونس إلى نادي باريس بالكارثة، ويعني يحذر من مخاطرها. شنو المخاطر ولا شنو الانعكاسات لدخول تونس إلى نادي باريس؟ هو ثم نوع من المبالغة، ثم عديد الدول اللي مشات عديد المرات لعادة جدولة الدين، المغرب الأقصى الجار نتاعنا مشى لعادة جدولة الدين يعني ثلاثة مرات، ولكن ثم عديد الدول في جنوب افريقيا او عفوا في جنوب القاره الامريكيه وغيرها. لكن الفارق شنو؟ الفارق هو لما تذهب يعني دوله معينه الى اعاده الجدول او اعاده هيكله الدين نتاعها وعندها خطه اقتصاديه للتعافي وتحفيز الاستثمار واعاده هيكله الاقتصاد بشقيه يعني الاقتصاد العمومي والاقتصاد الخاص، تقدر توصل الى نتائج جيده وايجابيه. اليوم عندنا المثل قدامنا يعني الاردن يعني ومصر،
في الوضعية المصرية، تم إعادة هيكلة الاقتصاد ككل والذهاب إلى ترفيع مساهمة القطاع الخاص إلى 65% ورفع كل العراقيل أمام الاستثمار، رخصة ذهبية وغيرها، وتم الاعتماد الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص. آخر حاجة يعني 2000 كيلومتر من القطار السريع مع سيمان سبقين 8.7 مليار دولار، والتفاوض مع صندوق النقد حول إعادة يعني هيكلة الزيت. هذا يعني أنت والسياسة الاقتصادية اللي باش تقدم ده، يعني ما تكونش عملية تؤدي إلى مزيد من التداين، أو ما وقع في أمريكا الجنوبية. ثم دول أخرى في جنوب شرق آسيا مشات إلى هذه المرحلة، إعادة هيكلة الدين سواء عبر نادي باريس أو اتفاقات متقدمة مع صندوق النقد. المهم هو السياسة الاقتصادية شنو فيها، يعني حتى يعني في نهاية الأمر يعني باش تمشي النادي باريس باش تلقى نفس المفاوضين باش تلقاهم في الطاولة بتاع صندوق النقد يعني في هذه الحالة وفي الأخرى. لكن الأهم من هذا كله هو وجود سياسة اقتصادية فيها من جانب التعافي الاقتصادي والخروج من الأزمة، والجانب الآخر فيه التحفيز والانطلاقة القوية للاقتصادية. هذه عندي أنا أهم حتى من فرضية يعني نادي باريس وغير نادي باريس، اللي هي تبقى في كلها يعني في نهاية الأمر فرضيات موجودة وتقليدية. اللي يقلق أكثر هو يعني غياب خطة اقتصادية متماسكة عليها اتفاق وطني خاصة مع الجانب الاجتماعي، لأن الخطة هذه فيها باش تكون فيها على كل حال نتوقع نقلة نوعية في هيكلة الاقتصاد التونسي، في علاقات العمل، في علاقات الاستثمار، في علاقات الجباية، يعني إعادة نجم تقول إعادة يعني برمجة لاقتصادية معينة كما تم في جنوب شرق آسيا، كما تم في بعض دول جنوب أمريكا، كما تم لدى أيضا الجيران بتاعنا. فبالتالي هو إعادة هيكلة وبرمجة للاقتصاد ككل من وال جديد، وهذا باش يتطلب على كل حال يعني يعني خلينا نقولها نوع من التضحيات، لكن في نهاية الأمر تكون يعني المكاسب نتاعو أهم يعني من التضحيات اللي باش تصير. سي صادق، في تونس احنا ضيعنا برشا وقت في التعامل السليم مع منوال اقتصادي أنه يمكن يرجع تونس المسار الدول اللي عندها نمو اقتصادي محترم. تراش أنه في الوقت الحاضر وخاصة في إطار ما نعيشه من ضبابية على مستوى السياسي، أنه الإصلاحات الاقتصادية خاصة العميقة تصطدم ببرشا معارضين فقط للمعارضة ومش فقط للإصلاح. الوثيقة متاع فيتش يقول لك راهو الإصلاحات عندها كلفة اجتماعية، لكن ما لازمش يعني نبقاو غادي. هو كان الأولى والأحرى كونك تركز 3-4 سنين على المسألة الاقتصادية وبعد يعني يقع الذهاب إلى المسألة السياسية يعني بكل أوجهها، يعني سواء الإصلاحات العميقة أو غيرها. لكن الأهم الآن هو التركيز على الشأن الاقتصادي. علاش؟ لأنه اليوم نعيش في ثورة صناعية رابعة ونعيش في انتقال اقتصادي. اليوم ثم عودة إلى اقتصاد القرب بالنسبة للاتحاد الأوروبي، هو أكبر مجموعة اقتصادية يعني موجودة اليوم، وهذا التخلي عن المزود الآسيوي والمزود الروسي في مقابل ثم توجه إلى أفريقيا وشمال أفريقيا بالذات، الواجهة يعني الواجهة المتوسطية للاتحاد الأوروبي، المغرب الأقصى، الجزائر، تونس، ليبيا، مصر، إلى الوصول إلى الأردن. هذوما كل معنيين بإعادة الانتشار الأوروبي، يعني فرصة استثنائية قاعدة تصير اليوم، وتونس عندها الفرص نتاعها في قطاعات هامة وفيها يعني نسبة هائلة من القيمة المضافة، مثل صناعة الأدوية، مثل مكونات الطائرات، مثل مكونات السيارات. وقع عليها مؤخرا عديد اللقاءات والندوات اللي تمت مؤخرا على الاستثمار، يعني حتى في المفاوضات مع صندوق النقد المطلوب كونك تحط الملف نتاع إعادة هيكلة الاقتصاد والاستثمار قبل حتى مسألة الأجور ومسألة رفع الدعم، لأن هذه يعني تنجم تقول من الضغوطات الاجتماعية. لكن هاتي يقول يعني باش نرفع كل العراقيل أمام الاستثمار، باش نمشي في تيسير ظروف الاستثمار في خلق النمو، من بعد نجم تقول راهو الدعم باش يقع رفعه بصفة تدريجية، على خاطر يجي وقت باش يطلب رفع الدعم، أيضا الزيادة أيضا في الأجور زيادة مجزية، لأنه الدعم في تونس ما يغطيش كان الطبقة الفقيرة، ولكن اليوم يغطي كل الطبقة الوسطى اللي ولات يعني تعاني من كما قلت لك من ارتدادات التضخم سواء من الداخل ومن الخارج. فثم يعني أولويات، واعتقد اليوم أنه الأولوية هو المرور إلى هذا المنوال الجديد، منوال القيمة المضافة،
والخروج من منوال 72 أي اليد العاملة الرخيصة والقيمة المضافة والتعديل عبر الدعم، هذا ما عادش ينجم يكون اليوم، عادش ينجم يتواصل. اليوم دخلنا في منوال جديد يقوم على التكنولوجيا والقيمة المضافة، فبالتالي ثم خيارات يعني جوهرية لابد من القيام بها، ولازم تتعطى الأولوية للمسألة الاقتصادية قبل أي شيء آخر. به سيصدق بخصوص مشاركة تونس في منتدى دافوس العالمي، كيفاش تقيم مشاركة يعني الدولة التونسية والسيدة نجلة بودن من جملة اللقاءات يعني اللي قامت بهم؟ هل نجحت مثلا في تقريب وجهات النظر وإلا لا حسب رأيك؟ هو بالنسبة لعام سناء اللي قام بعد الفوت اللي صار عام سناء، هو أول لقاء بعد جائحة يعني الكوفيد، وكانت المسألة الرئيسية، العنوان الرئيسي بتاع المنتدى هذا هو أوكرانيا وإعادة بناء أوكرانيا، فبالتالي مع بعض المسائل الجزئية الأخرى، فبالتالي تمت يعني حضور يعني مجزي لتونس، حضرت فيه سيد رئيس الحكومة ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي. وعام سناء دافوس كان نوع من يعني العودة وربط العلاقات إثر جائحة الكوفيد 19 اللي صراحة يعني عدت كل شيء، وإلى اليوم ما زالت على الأقل في الجزء الآسيوي من الكرة الأرضية ما زالت معطلة الاقتصاد، وما زال عنده هذا يعني ارتدادات يعني على العالم أجمع إلى حد يومنا في هذا. ولكن أعتقد كونه هو الفورام في حد ذاته هو فرصة يعني لربط العلاقات مع الفاعلين الاقتصاديين، وهذا شفناه تم على كل حال، لكن ما تنتظرش في وقتها نتائج مباشرة. هو على كل حال كما قلت لك عودة الحياة للاقتصاد الدولي وربط العلاقات من جديد، ويمكن يقع يعني الاتفاق على لقاءات أخرى إثر هذا المنتدى. المهم كون يعني وقعت المشاركة التونسية يعني إثر جائحة الكوفيد، والنتائج إن شاء الله نستناها يعني في المدى يعني المتوسط. سيصدق أنت أشرت إلى الواقع السياسي اللي عنده دور يعني في أو دخل في تقرير وكالة فيتش رايتينج، هل الواقع السياسي اليوم ينجم يأثر على الاتفاقات مع صندوق النقد الدولي مثلا؟ هل الحادثة اللي صارت البارح ورئيس الجمهورية اللي طلب من أعضاء لجنة البندقية مغادرة البلاد التونسية ينجم يأثر في جانب منه على الجانب الاقتصادي وإلا لا؟ وهذا كله ما زالت على كل حال ما زال شوفوا شنية يعني الارتدادات مستقبلا، ولكن على كل حال هما يقرأوا العنصر السياسي بقراءة أخرى، بمعنى هل أنه يؤثر على الوضع الاقتصادي أم لا، سواء فيتش أو موديز يعني ستاندرد البورس ما عادش يتعاملوا عليها، ولو معاها ولو أن ما زال عندها الإمكانية باش تقوم أحيانا بتقييمات غير يعني مطلوبة من الدول ولكن تنجم تقوم به، بمعنى أنه حتى صندوق النقد يعني بمعنى كونه يقيم العنصر السياسي والتأثير متاعه على القدرة في سداد الديون، على الاستقرار الاقتصاد العام، على الاستقرار المالي والاستقرار الاجتماعي، والقدرة على التأثير في الآلة الاقتصادية، آلة الإنتاج، وبالتالي النمو وسداد الديون، من ناحية هذه هم يعني يقرأوها. مع بالطبع هناك بالطبع خلفيات سياسية، صندوق النقد والبنك الدولي هما يعني الحاضرين فيهم هو أصلا الجسات كلها دول يعني غربية ليبرالية، الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأمريكية واليابان يعني وكندا، فبالتالي عندهم الرؤية متاعهم، عندهم الرؤية الفكرية السياسية القيمية متاعهم، بالطبع يكونوا أقرب للدول اللي تقرب لهم وتتماهى معهم على هذا الصعيد. هذا يعني ما ننكروش، لكن الأهم هنا في القراءة السياسية هو يعني مدى التأثير على العامل الاقتصادي على الاستثمار، وهذا اللي يأخذوه يعني بعين الاعتبار. واضح. نختم معك سي صادق بسؤال أخير بخصوص المرسوم الرئيسي للاقتراض من البنوك المحلية بالأورو والدولار، لو كنت توضح لنا النقطة هذه سي صادق، ما معنى المرسوم هذا؟ هو هذا المرسوم يجي كما قبل القوانين اللي يقع بها المصادقة على القروض الداخلية من البنوك، تعرف نظرا اليوم لغياب إمكانية خروج على الأسواق يقع الاقتراض من البنوك التونسية، هذه قروض بالعملة الصعبة 81.5 تقريب من اليورو و25 مليون دولار، تمت المصادقة عليها كما قبل يقع المصادقة بالقوانين، لكن هنا لازلنا نقول كونه لابد الآن التفكير في عودة آلة النمو والإنتاج، لأنه ما نقدروش لما نعتمدوا على الدين، خاصة كون عمق البنوك التونسية ما هوش يعني كبير برشا، في حدود يعني 7 مليار دينار،
ويخلي هذايا يعني البنوك التونسية تعتمد على تمويل الخزينة العامة أكثر من التوجه لتمويل الاقتصاد والمؤسسات اللي هي في حاجة لهكذا التمويلات. على كل حال هي يعني عملية كانت تصير ومازال تصير ومازال بشتاقة أيضا في المستقبل. عملية يعني عملية يعني تقنية في نفس السياق، ما عندهاش يعني استثنائية. واضح. الخبير الاقتصادي سيد صادق جبنون، مشكور جدا على تدخلك معنا، بارك الله فيك على مدنا بكل هذه التفاصيل، بارك الله فيك. احنا سي حمادي بعد شوية نحكيه على المستجدات السياسية في بلادنا ان شاء الله، يعني نعمل بوز مع الموسيقى ونرجع تتسويت. ماضي ساعة وخمسة دقائق، نزلت في الاستماع لإذاعة الحياة فيم، هذا ريكاب ميدي. ريكاب ميدي. في الجمعة اللي فاتت حكينا سي حمادي على موقف الرابطيون القدامى اللي كانوا أعضاء سابقين ولا رؤساء ولا نائب رئيس في رابطة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، أصدروا بيان مشترك علقوا فيه على موقف الرابطة الحالي برئاسة السيد جمال مسلم على دورها في الحوار هذايا، كيفاش ينظروا لهذا الحوار ومشاركة الرابطة في هذا الخصوص. في نفس السياق عمدة سابقون للمحاماة التونسية أيضا أصدروا بلاغ مشترك عبروا فيه على رفضهم لمشاركة هيئة المحامين في هذا الحوار. باش نعرفوا أكثر تفاصيل معنا عبر الهاتف عميد المحامين الأسبق الأستاذ عبد الرزاق الكليني. أستاذ كليني مرحبا بك على إذاعة الحياة فام. مرحبا بك ومرحبا بالمستمعين الحياة فام، وشكرا على الدعوة. بارك الله فيك على قبول الدعوة. مرحبا أستاذ العميد. يا اهلا وسهلا، مرحبا. يعيشك سيد العميد. نبداو الساعه في البدايه، علاش مجموعه من العمداء السابقين للمحاماه التونسيه يرفضون مشاركه هيئه المحامين في هذا الحوار، وعماده المحامين كانت مشاركه مثلا في حوارات سابقه كما الحوار الوطني، علاش المره هذه هناك رفض؟ لو كنت وضح لنا الاسباب. شوف الاسباب وضحناها احنا في البلاغ اللي اصدرناه يوم 26 مايو. يعني السبب الأول هو معناها رفضنا أنه يزج بالمحاماة في حوار هو في الحقيقة حوار شكلي صوري، معناها وذلك للوصول إلى ما سمي صياغة الدستور. في الحقيقة الدستور الجديد الموعود هو دستور جاهز، لأنه لا يمكن بأي حال الأحوال في وقت وجيز معناها أن يتم إعداد هذا الدستور. ثم المشاركة هذه كذلك هي تتنافى معناها مع تاريخ المحاماة، تعرف تاريخ المحاماة اللي هو تاريخ ناصع دائما، معناها وقفة المحاماة في وجه الانحراف بالسلطة وفي وجه المس بالحقوق واستهداف الحريات. وبالتالي احنا اليوم نعيش في فترة متاع انحراف بالسلطة ومس بالحقوق والحريات، وبالتالي احنا اذا انخرطنا في هذا الحوار سنشارك في ذلك، وكذلك سنضفي شرعية على معناها ديكتاتورية في الحقيقة اللي هي قاعدة تتلامى من يوم إلى آخر، وذا قاعدين نعيش فيه من خلال معناها الانفراد بالسلطة، ومن خلال معناها إفراغ المؤسسات من تقريب من صلاحياتها، ومن خلال قمع الحريات. وبالتالي معناها العمل هذا من شأنه باش يورط مؤسسة العمادة ويورط المحاميات في مسار اللي هو في الحقيقة مسار يستهدف الدولة، دولة القانون والمؤسسات، وهذا شفناه من خلال معناها غلق البرلمان ووسطه على جميع السلطات من طرف رئيس سلطة الانقلاب، وإضافة إلى تجميد العمل بالدستور، دستور الثورة، والتقريب الاستيلاء على كل الهيئات الدستورية. وبالطبع هذايا لا يمكن لأي محامي معناها شريف أن يقبله. إضافة إلى هذا فما تعرف اللي الفصل الأول من مرسوم المحاماة يقول أن المحاماة هي مهنة حرة ومستقلة، ومعناها الانخراط في هذا المشروع، مشروع رئيس سلطة الانقلاب، من شأنه باش يمس من استقلالية مهنة المحاماة باعتبار أن هذا المشروع هو مشروع سياسي
نتاع شخص يعني هو هو الذي تبناه بمفرده وفيه خلافات كبيرة وبالتالي معناه هدايا من شأنه باش يجعل مهنة المحاماة اللي هي كما قلت لك مهنة حرة مهنة مستقلة أنه يقع المس من هذه المبادئ المبنية عليها مهنة المحاماة. حضرة العميد احنا معاك أنه مهنة المحاماة مهنة حرة ومستقلة، في المقابل شفنا أنه عدد كبير وكم هائل من المحامين كانوا ضمن الحياة السياسية في الفترة السابقة في كل الأحزاب تقريبا ورؤساء أحزاب وضمن البرلمان، وسيادتك ذكرت أن الحوار شكلي، حسب رأيك حوار 2013-2014 لم يكن شكليا وحكومة المهدي جمعة جاءت بالباراشوت في جمعة في أسبوع وخلفت لنا 10 أحزاب، يعني كانت حوار جدي؟ شوف الحوار بتاع 2013-2014 اللي بدأ في عهد العميد شوقي طبيب كان حوار جدي لأنه لم يكن هنالك دستور جاهز للمصادقة عليه، هذا من جهة، ومن جهة أخرى هيئة المحامين لم تشارك في الحوار إلا بعد أن معناها تحصل العميد أنذاك شوقي طبيب على موافقة مجلس الهيئة. واليوم اللي قاعدين نشوفه فيه هو أنه العميد المباشر انفرد بالقرار تقريبا، ومن المفروض أنه موضوع بهذه الأهمية اللي كما قلت لك يثير خلافات معناها واضحة للعيان، يعني هناك معناها صراعات اليوم على الساحة في تونس معناها وأغلبية رافضة للتمشي اللي توخاه رئيس سلطة الانقلاب، ومن هذا المنطلق كان من المفروض أن يعرض العميد المباشر عميد المحامين المباشر هذا الموضوع على جلسة عامة على المحامين، يعني على قواعد المحامين لتناول هذا الموضوع. شفت حتى اتحاد الشغل معناه وقت اللي تناول هذا الموضوع وخذ قراره معناه إلا بعد أن التأمت الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل، وشفت قرار اتحاد الشغل اللي هو معناه مبني على أسس صحيحة باعتبار وأن الحوار الذي دعا إليه معناها رئيس سلطة الانقلاب هو حوار شكلي مبني على معناها قرارات جاهزة ولا معناها فيها لا فيها لا حوار ولا تشريك، لأنه هو بطبيعته هو يرفض كل الحوار، هو شخص متفرد بالسلطة، هو معناها اليوم يحب بعد العرض علينا الاستفتاء المهزلة الاستفتاء الإلكتروني معناها اليوم يحب يعرض علينا مشروع آخر معناها دون أي أساس معناها قانوني، ولاحظت اللي تقريبا كل الجمعيات القانونية من الجمعية آخرتها الجمعية التونسية القانون الدستوري بالأمس وبيان العمداء والأساتذة الجامعيين لمدة 4 أو 5 أيام، ثم بيان الرابطين القدامى اللي كنتم أنتم تتحدثوا عليه، وبطبع احنا كعمداء سابقين اليوم للتاريخ معناها تحملنا مسؤوليتنا وأصدرنا هذا البيان. طيب. اللي نرغض فيه زج العمادة ومعناها توريط المحاماة في مشروع معناها انقلابي، مشروع يعد معناها لسلطة معناها سلطة انقلابية سلطة. سيد العميد. نعم. طيب سيد العميد، شنو ردك على تصريحات العميد الحالي الأستاذ إبراهيم بودربيلة اللي يقول وأنه يعني أغلب المحامين اليوم موافقين يعني مشاركة عمادة المحامين والمحاماة التونسية في هذه اللجنة، ويقول أنه البعض من الأصوات الرافضة يعبرون على انتماءاتهم الحزبية وتوجهات الأحزاب متاعهم، لا يعبرون على موقف المحاماة التونسية، شنو ردك على هذا التصريح؟ شوف احنا اولا الكلام اللي قاله هو يجب الرجوع كما قلت لك الى قواعد المحامين. انت شفت العرائض معناها قاعده دور الان، يعني هناك عريضه لحد الان امضى فيها اكثر من 200 محامي، يعني نفس
تقريب التمشي اللي مشينا فيه نحن كعمداء سابقين في البيان بتاع 26 مايو 2022. لكن الحكم تعرف الديمقراطية والحكم دائما يرجع للقواعد. يعني أنا أتحداه أنه يعقد جلسة عامة معناها يدعو فيها المحامين لتناول هذا الموضوع، كما قلت اللي هو موضوع في الحقيقة هو يتعلق بمشروع سياسي بتاع شخص. ولا أعتقد أن قواعد المحامين إذا كان وقع دعوتهم لجلسة عامة معناها يوافقون على هذا المشروع السياسي اللي هو ينسف كل معناها المبادئ المبنية عليها دولة القانون والمؤسسات، وينسف خاصة معناها رصيد من المكاسب اللي تحصلت عليها تونس بفضل ثورة الحرية والكرامة، وخاصة دستور من أحسن الدساتير في العالم، وهذا باعتراف معناها المجموعة الدولية اليوم هذا. ولكن سيد العميد، هذا الدستور الذي قيل عنه سابقا أنه من أحسن الدساتير في العالم، أثبت بالممارسة سيد العميد وأنه فيه برشا مطبات وفيه تكبيلات، وهذا النظام اللي تم الاعتماد معناها أثبت وأنه معناها وقف كل شيء في البلاد وغير ممكن يعني الاستمرار في هذا يعني الموضوع. ما رأيك؟ هو السبب ليس دستور، لأن يعني هو الدستور ليس بالكمال وليس بقرآن الدستور، وحتى القرآن فيه من يشكك، والدستور ليس بالكمال. هو أكيد فما ثغرات في الدستور، لكن هذا الدستور كما قلت لك هو معناه يضمن أولا معناه حاجة معناه خارقة للعادة، هو أنه يضمن تقريبا كل الحقوق والحريات المنصوص عليها في المواثيق يعني الدولية وفي المبادئ الكونية. معناها هذه حاجة أولى، وحاجة ثانية هو يعطينا نظام معناها سياسي اللي هو مبني على فصل السلطات، اللي هو معناها يعطينا ثلاثة سلطات واللي تراقب كل سلطة السلطة الأخرى. أكيد فما ثغرات وفما إصلاحات يجب القيام بها، لكن كذلك الناس اللي طبق الدستور عليها مراجعة نفسها. كذلك هناك أخطاء سياسية ارتكبت. أنا أعطي مثال بسيط، يعني السياسيين عندما لم مثلا ينشئوا المحكمة الدستورية هذا خطأ جسيم من طرف السياسيين، يعني وذلك علاش احنا اليوم نناديو بالرجوع إلى الشرعية معناها اللي هي معناها الشرعية الدستورية بالطبع، ولمدة معناها تكون مدة محددة في الزمان وفي المهام، ويجب معناها الرجوع ترجع الشرعية، ويجب إحداث المحكمة الدستورية وتنقيح القانون الانتخابي، لأن فما إشكال. لأن يعني المشكل اليوم في النظام السياسي متأتي كذلك من القانون الانتخابي، اللي هو أعتقد أن هناك معناها مشروع جاهز وقع حتى المصادقة عليه في عهد المرحوم الباجي قائد السبسي. نمر مباشرة إلى انتخابات تشريعية ورئاسية لإعادة مسار الانتقال الديمقراطي إلى سكته الصحيحة. حضرة العميد، نحن تقريبا تونس الكل متفقين أنه التغيير كان لابد منه، هو لازم يكون شر لابد منه. أولا عندي زوج ملاحظات. الملاحظة الأولى أن ما ثماش مسلم في العالم يشكك في القرآن، يعني هذا من المسلمات متفق عليها. النقطة الثانية أن المحامين الموجودين واللي قاعدين اليوم يوصلوا في أصواتهم حسب رأيي، وأنا نشوف يعني رأيك معايا هل أنه صحيح، أنه أكثرهم منطلق سياسي قبل كل شيء، على أساس أنه نجم يكونوا مقتنعين بأن القانون الانتخابي سيء، بأن الدستور لابد من مراجعته، ثم يرفضون الاستفتاء اللي هو أرقى ممارسات الديمقراطية. شوف هاني قلت لك، هو الاستفتاء هذا مبني المجمع القيام به مبني على شنو؟ ملاحظتك الأولى فيما يتعلق بالقرآن، فما
لا انا ما نحكيش على المسلمين، نحكي على الناس الاخرين اللي ماهمش مسلمين. بالطبع فمش مسلم يشكك في القران، هذا ما فيش حتى خلاف. يعني نرجع لمساله الاستفتاء، شفت انت كل الحقوقيين اخرتها معناها الاستاذ القانون الدستوري والفقيه عياض العميد عياض بن عاشور، يعني قال اللي راهو الاستفتاء هذا مهزلة وباطل قانونا. علاش؟ على خاطر مبني على أوامر باطلة. لو كل فهو لا قال عكس حضرة العميد. النتيجة لأن هناك غصب معناها للسلطة، هناك معناها مشروع نتاع ديمقراطية هو يشبه ديمقراطية المرحوم القذافي، نظرية البناء القاعدي ونظرية من تحزب خان. تعرف اللي رئيس سلطة الانقلاب هو رافض للأحزاب، يعني يعتبر الأحزاب معناها كالسرطان، معناها مش معترف. والمرسوم اللي بنى عليه هو معناها كل الترسانة نتاعو مرسوم 22 سبتمبر ما يسمى بمرسوم 117 هو مخالف كذلك للدستور، وبالتالي معناها يعني ما قام أصدره من مراسيم رئيس الانقلاب، أصدره من مراسيم، أصدره من أوامر هي باطلة قانونا. وكل الأعمال حتى الأعمال اللي عملها هي أعمال فاشلة. تعرف الاستشارة القانونية بإجماع الملاحظين اللي هي كانت فاشلة إلا هو يعتبرها ناجحة. أستاذ كيفاش؟ هو يعتبرها ناجحة، يقول إن الاستشارة ناجحة. هو وحده يعني يقرر وحده. طيب سيد العميد سيد العميد بربي، نظرا لضيق الوقت رجاء تجيبني بإيجاز اليوم، كيفاش يمكن تصحيح موقف المحاماة مما يحدث ولا من المشاركة على الأقل في اللجان هذه صلب الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة؟ هل يمكن مثلا التراجع أم فما شروط للمشاركة أم ماذا؟ كيفاش تراو الموضوع؟ شوف هو المشاركة هذه في الحوار هي الكل يعرف هو حوار شكلي، هو حوار معناها قال هو بيدو رئيس الانقلاب، هو استشاري، هو باش يستشيرهم، ومن يقرر هو رئيس سلطة الانقلاب. وبالتالي يعني الحديث عن تدارك، على كل حال هو العميد الحالي هو مازال بضعة أسابيع يعني وتنتهي نيابته. كيف تنتهي نيابته؟ شنو هو مصير مشاركة المحاماة التونسية في هذا الكل؟ هاني قلت لك احنا سجلنا للتاريخ، احنا ما نحبوش تاريخ المحاماة الناصع، تاريخ المحاماة اللي ما عمره ما يقبل الانقلاب على المؤسسات ومباركة هذه الانقلابات. احنا سجلنا هذا الموقف للتاريخ وسيسجل التاريخ على كل حال هذا الموقف، وسيسجل التاريخ من انحرف بالمحاماة ومن لم يكن معناها وفي لقيم ومبادئ المحاماة اللي عندها تعرف أكثر من 120 سنة. اليوم ما عمرنا ما عشنا هالممارسات اللي قاعدين نعيشوا فيها اليوم. سيد العميد سيد العميد بربي، باش نستغل وجودك معايا وباش نختم معك بسؤال بخصوص الملف ما يعرف اعلاميا بملف الجهاز السري لحركه النهضه، كيفاش ترى الحديث واعاده الحديث على هذا الملف خاصه في هذا الوقت بالذات؟ والله شوف نقول لك حاجه، انا بالنسبه لي الملف ما نعرفوش، هذه حاجه. وثاني حاجه انا نقول اللي يلزم نخليه للقضاء يشتغل. وثالث حاجة تعرف اللي اليوم معناها هناك نزعة من طرف سلطة الانقلاب إلى محاولة استغلال أو توريط القضاء في معناها المسائل السياسية. احنا نحب القضاء يبقى في منأى عن كل ما هو سياسي، كل ما هو صراع سياسي. إن شاء الله معناها من خلال هالمنبر هذايا هذه الرسالة اللي أنا توا كنت بي
صددها، وهو أننا نمنع القضاء من كل الصراعات السياسية إن شاء الله القضاء يكون في هذا المستوى إن شاء الله. عميد المحامين الأسبق الأستاذ عبد الرزاق الكليني، مشكور جدا على تدخلك معنا على إذاعة الحيت فهم، وهمدنا بمختلف هذه الآراء في خصوص المستجدات السياسية. طبعا أعطانا رأي المحامية التونسية ولا العمداء السابقين للمحامية التونسية من مشاركة عمادة المحامين حاليا في ما يعرف بالحوار الوطني. سي حمادي، نحكي وزيدا على خطاب رئيس الجمهورية قيس سعيد البارح بحضور وزير الخارجية السيد عثمان الجندي في قصر قرطاج، واللي حكي ورجع فيه شوية على تقرير لجنة البندقية، وكان يعني خطاب غاضب رئيس الجمهورية بخصوص هذا التقرير وطلب منهم مغادرة تونس فورا. باش نرجع على تبعات هذا التصريح ويعني التقرير متاع اللجنة مع ضيفنا الكاتب والمحلل السياسي صلاح الدين الجوشي. سي صلاح الدين الجوشي عسلامة، مرحبا بك على إذاعة الحيت فهم. مرحبا، اهلا وسهلا بكم وبالساده المستمعين والمستمعات. مرحبا سلاح الدين، شكرا جزيلا لك على قبول الدعوه. سي سلاح الدين، اذا تابعنا البارح خطاب رئيس الجمهوريه قيس سعيد، طلب من اعضاء لجنه البندقيه ان كانوا متواجدين بتونس مغادره البلاد فورا، قال انهم غير مرغوب فيهم وهدد بالانسحاب من هذه اللجنه. لماذا انزعج رئيس الجمهوريه برايك سيد سلاح الدين الجوشي من تقرير لجنه البندقيه لهذا الحد؟ هو راه من حق رئيس الجمهورية أن ينزعج من أي تقرير، سواء تقرير بندقية أو من تقرير ومواقف دول أخرى، لكن المطلوب دائما من المسؤول السياسي أنه في حالة الغضب وفي حالة الانزعاج أنه يتحكم في المشاعر ويتعامل مع القضايا وبشكل فيه كثير من الانضباط ومراعاة المصلحة العليا وكذلك مراعاة الأعراف، لأنه معناها طرد خبراء على صعيد دولي لمجرد أنهم أعطوا رأيا مخالفا لما هو رسمي على مستوى رئاسة الجمهورية، في الحقيقة يعني كان ممكن نتجنب كتونسيين وكرئيس لتونس نتجنب هذا الأسلوب، لأنه لن يزيد الأطراف الأخرى إلا تمسكا بمواقفها، ويعطي انطباع بأن تونس اللي معروفة في تاريخها بأنها بلد الانفتاح، بلد معناها الكرم، بلد الذي يرحب بالضيف، وإحنا عايشين بالضيوف، سياحة في تونس اللي هي تعيش في تونس قائمة على الضيوف، قائمة على الابتسامة، بحد مش كل اللي يجيونا معنا مأيدينهم ولا نحن تابعين لهم وكذا، ولكن هذه تقاليدنا وهذه هي بلدنا. علاش الرئيس انزعج؟ انزعج لأنه معناها الاستشارة اللي طلبتها طلبها الاتحاد الأوروبي، طلبها المجلس الأوروبي، لأن هذه اللجنة، لجنة البندقية، هي جزء من المجلس الأوروبي، والمجلس الأوروبي هو معناها هيكل عالي قيادي في أوروبا وفي الاتحاد الأوروبي، طلب من هذه الهيئة اللي هي هيئة خبراء أن يقولها هل فتوا الاستفتاء اللي باش يعملوا الرئيس قيس سعيد شنو قيمته من الناحية القانونية والإجرائية. فاجتمعوا، ما عندهمش موقف من قبل المناهض ومن تونس ولا للرئيس، ولكن درسوا وشافوا وعملوا مقارنات وشافوا شو يقول الدستور التونسي، شافوا شو تقول القوانين الدولية، ولقاوا ثم تضارب واستخلصوا نتيجة اللي هي ربما هي التي أغضبت رئيس الجمهورية، وهي أن المسار ككل الذي اعتمده الرئيس من معناها مرسوم 117 وما ترتب عنه من تغييرات كبيرة ومن قرارات خطيرة اعتبروه باطل أو لا يصح ومتناقض مع الثوابت الديمقراطية، وهذاك علاش الرئيس اعتبر بأن هذا فيه تدخل وفيه تعسف تحكم في محاولة التحكم في تونس. طيب، وكان نحاولوا نحلوا شوية سي صلاح الدين الجوشي تقرير هذه اللجنة، لجنة البندقية، ساعة هو رأيها استشاري
وهل يرتقي إلى أنه تكون تدخل سافر في الشؤون الداخلية معناها لتونس وإلا ليه؟ وإلا رأيها استشاري وعادي مثلا تطلب بعض الهيئات مثلا أراء هكا جهات مختصة في مجال معين، وإلا تراه تدخل ينجم يكون تدخل في الشؤون الداخلية لتونس؟ لا، هو شوف، هو رأي استشاري بمعنى ماذا؟ بمعنى أنه رأي استشاري له قيمته من الناحية القانونية، ولكنه ليس ملزم لا لتونس ولا لغير تونس، وأنه يقع التحليل ويقع معناها الاستعانة به إذا كان هناك موقف سياسي سيتخذ من قبل الاتحاد الأوروبي أو المجلس الأوروبي. ولذلك ما كانش عنده ضرورة كما نجي نعيط مستشار بلدي نقول له اعطيني رأيك في الموضوع، يعني اعطي رأيي مش معنى لأنه خالف رأيي أنا نطرده من البلدية ونطرده حتى من المنطقة. الأمر الآخر اللي هو مهم هو أنه معناها ما تم التعبير عنه يتلاقى ويدعم مواقف أطراف عديدة في تونس، معناها أحزاب، جمعيات، حتى أساتذة قانون دستوري زاد سيسلح. وأنا حقيقة البارح اللي استفيت من كلام السيد الرئيس هو أنه معناه تم جزء من الغضب متاع الصفحة مش موجه للمستشارين هذوما أو الخبراء متاع اللجنة هذه، بقدر ما هو موجه ضد أساتذة وبما في ذلك من درس الرئيس لما كان طالبا ولما كان أستاذ مساعد، بمعنى أنه معناها هذا اللي أغضبوه أكثر، أغضبوه لأنهم قالوا بكل وضوح بأنه هذا المسار باطل وأنه ستترتب عنه نتائج سياسية لن تستقر، لن تثبت، لن تترسخ على الأرض في السياق التونسي، ولذلك كان هذا هو كان هم المستهدفون. ولكن جماعة البندقية جاءوا في الثنية وبالتالي جزء كبير من غضب الشارع منهم هما. علاش؟ لأنه الآن علاش عندنا مشكلة سياسية في البلاد؟ لأن مش نعمل السياسة نعتمدوها على ماذا؟ على مصالح وعلى قوانين وثوابت دستورية. إذا كان الاختيار اللي اختاروه يتعارض مع هذه الثوابت الثلاث، فإنه بطبيعة الحال مش يصبح معناها المصير مش يكون مصير الحقيقة مشكوك فيه، وباش يكون الاستقرار الذي نريده لبلدنا ماهوش باش يتوفر. والحقيقه جات الشهاده نتاع لجنه البندقيه لكي تزيد حاله التوتر والمخاوف في داخل تونس وتضع الرئيس في موقع صعب وحرج، وكان هذه اللجنه احرجت رئيس الجمهوريه وقالت له بان المنطق والتوجه والسياسه اللي انت طرحها راهي ما تتعداش تونسيا، انتم احرار، لكن على المستوى الدولي يصعب تطبيقها وقبولها. سي صلاح الدين، نعرفوا انه الخبراء في العاده اللي يجيو من خارج تونس هما يلتقيوا يعني بشخصيات اعتباريه في البلاد ويحكيوا معاهم، واستنتاجاتهم اكثرها تكون من هذا الجانب. تراش انه انت عرجت على الموضوع تقريبا انه غضب السيد الرئيس على اللجنه هذه ولا النادي البندقيه هو اساسا رساله موجهه لمعارضيه اكثر من نادي البندقيه. هذا مؤكد، هذا مؤكد، لانه شوف انا ديما نحاول ان نطلب من روحي وكذا اني نبعد عن التشنج. الغضب حتى الرسول صلى الله عليه وسلم معناها نهى عن الغضب ونهى عن ان واحد يتخذ مواقف وقرارات في اثناء الغضب، لانه معناها عندنا مشكله في تونس، عندنا خلاف كبير وهذا ما يلزمش فيه حتى حد لا رئيس الجمهوريه ولا غيره، معناها عندنا اختلاف جوهري حول قضايا مصيريه. تونس الآن راهي في المحك، تونس الآن دخلت مرحلة صعبة جدا ولا نعلم كيف ستكون التداعيات اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا ومستقبل الأجيال. فبالتالي معناها وقت الواحد يخلق معركة من النوع هذا ويريد أن يخوض معركة بالحرب من النوع هذا يلزم يتماسك
ويكون عنده الحجه هي الحاضره ويكون هو الاقناع هو الحاضر، وبالتالي هناك صراع داخلي قاعد ينعكس على علاقاتنا الخارجيه. قبل ما نحكيه على تداعيات طرد اعضاء لجنه البندقيه من تونس سلاح، هذا الغضب من تقرير لجنه البندقيه مثلا ما شفناهش بنفس الحده مثلا مع بيانات الخارجيه الامريكيه والى الاتحاد الاوروبي والى بعض الجهات الدوليه الاخرى. هذا مقابل لانه انت والاوزان معناها، والرئيس تصور بانه معناها بين دوله كما امريكا وكذا وبين لجنه بطبيعه الحال هو باش يعطي موقف اكثر حده في هذا الاتجاه، لكن من نفس الطبيعه، ايش معنى من نفس الطبيعه؟ لانه حتى الرئيس في تعامله مع الولايات المتحده الامريكيه بالكونغرس نتاعها وبكذا كان تعامل حاد، و الرئيس في فتره فترات يعني خامرته فكره انه يتخذ موقف تصعيدي دبلوماسي معناه ضد الولايات المتحده الامريكيه، كما ايضا غضب وكذا في قضيه الاتحاد الاوروبي. العلاقات الدوليه تقام على الهدوء الكبير وتتقام على المقاييس وعلى المصالح، وبالتالي معناها اللجنة هذه غرت لجنة ولجنة عابثة ولجنة ما عندها حتى قيمة وإلى آخره، بينما في الغرب وفي العلاقات الدولية احترام الخبراء اللي يكونوا في مستوى عالم وفي لجان عندها طابع رمزي وطابع معناها توجيهي تحكيمي، راهو التعامل معها يكون مهم جدا، لأنه هذاك اللي خلق لك معناه التوازن في سياستك الخارجية. به سي سلاح، شنو تداعيات طرد أعضاء لجنة البندقية من تونس؟ باش ينعكس هذا على العلاقات مثلا التونسية الأوروبية وسياسيا واقتصاديا وإلا كيفاش بالضبط؟ هو شوف يعني معناها لا شك في أن هذا الموقف سينعكس سلبا على العلاقات التونسية الأوروبية. لكن الأوروبيين يحسبوا مش معناها مش دفاعيين بشكل، وبالتالي معناها مش ناوي يدخلوا في حرب مع تونس ولا باش يجي يقتل علاقات ولا باش كذا، لكن معناها هذه الحادثه ستكون لها تبعات، وسنلمس هذه التبعات من خلال العلاقات، من خلال تبادل الزيارات نشوفوها كيفاش، من خلال تصريحات نتاع مسؤولين متنوعين في أوروبا كل واحد منهم مش يتكلم، والأكيد بأن ما حصل زاد في تعميق المسافة بين الرئيس قيس سعيد وما بين الاتحاد الأوروبي. كلمة أخرى أود أنك تعلق عليها سي سلاح الدين، البارحة سيد رئيس الجمهورية قال أن تأتي امرأة وتقول يعني وتطلب تأجيل الاستفتاء، ألا يبس هذا من صورة المرأة وهو أول من عين امرأة على رأس الحكومة يعني في العالم العربي؟ هات ناخذوها هذيك في إطار الاندفاع وفي إطار الغضب معناها، فهمتني؟ ما نصورش رئيس الجمهورية عنده معناها استهانة بقيمة المرأة وكذا، وكما كنت تحكي أنت هو عين رئيس الحكومة، لكن ما حقوش طالب، ولأنها ستأخذ من الجانب السلبي. وفي العالم وبما في ذلك في أوروبا وفي أمريكا وفي الدول الديمقراطية معناها مسألة المرأة مسألة مهمة جدا، إحدى المقاييس تقاس بها السياسات وتقاس بها الدول، ولذلك كانت كلمة ما حقاش تقالت وما هيش في محلها، ولكن اشتحبت هذا هو السياق والإطار اللي احنا عايشين فيه. واضح الكاتب والمحلل السياسي سلاح الدين الجورشي، مشكور جدا على تدخلك معنا للحديث عن طرد أعضاء لجنة البندقية من تونس وخطاب رئيس الجمهورية قيس سعيد. ملي ساعة و45 دقيقة مازلنا مواصلين معكم حتى لساعتين في غيكاب ميدي، نحكي على آخر الاستعدادات صلبة هيئة الانتخابات مع انطلاق عملية التسجيل، ولكن الرزنامة لم يتم الإعلان عنها بعد ذلك. علاش معنا سي حمادي في او عبر الهاتف عضو الهيئه العليا المستقله للانتخابات السيد محمد تليلي المنصري. سي محمد تليلي المنصري على السلامه، مرحبا بك على اذاعه الحيت اف ام. مرحبا بكم كل المستمعين. مرحبا سي محمد تليلي، عايشك. شكرا جزيلا لك على قبول الدعوه. سي محمد تليلي المنصري، نبدا معك ساعه مع انطلاق عمليه التسجيل، كيفاش ماشيه الامور نتاع التسجيل الى حد الان؟ هو في الواقع كما كل عملية احنا متعودين بها في كل المسارات، يوقع انتداب
ما يقارب على 1500 عون تسجيل في كامل إداراتنا الفرعية بكامل تراب الجمهورية. منهم مشاقة تخصيص منهم 650 كفرق قارة بالفضاءات الكبرى وبالبريد التونسي، وين تم اكتظاظ معناها نلاحظوا تم اكتظاظ باش نحطوا في معناها فرق قارة، والبقية هي فرق متنقلة بالذات الحال. لكن نحب نأكد عليه هو كونه في الواقع وقع إرجاء البت في الرزنامة احنا في صلب مجلس الهيئة العليا المستقر للانتخابات، باعتبار وكونه ثم عدة نقاط وقع إرسالهم إلى رئاسة الجمهورية الماسكة للسلطة التشريعية بطبيعة الحال، ووقع التفاعل مع هذه النقاط في اللقاء الذي معناها دار بين رئيس هيئة الانتخابات ورئيس الجمهورية حول هذه النقاط، ووعد رئيس الجمهورية بأنه في أقرب فرصة وأنا نتكهن نصور غضوة في مجلس الوزراء أو بعض غضوة سيصدر مرسوم مستقل سيعتمد من خلاله التسجيل الآلي بصفة آلية. وباش نوضحوا لو كنت واضح لنا أكثر، هذا التسجيل الآلي إيش معناه؟ يعني كل من يوصل عمره 18 عام شيل قروحه آليا مرسم يعني في سجل الناخبين هكا ولا سي محمد؟ أي إحنا توا عنا 7 ملايين مواطن مسجل، مازالوا 2.5 ملايين تقريبا. التسجيل الآلي هو أنه كل مواطن بلغ سن 18 سنة بالاعتماد على بطاقة التعريف الوطنية سيجد نفسه بصفة الآلية مسجل في سجل الانتخابات. يبقى وأن الهيئة في الفترة هذه اللي كانت مخصصة للتسجيل ستخصص للتحيين، بمعنى وأنه الهيئة ستقوم بشطب كل من له مانع قانوني. مانع قانوني كما الأمنيين والعسكريين بالنسبة للانتخابات التشريعية والرئاسية والاستفتاء، وكل من له مانع قانوني سواء صادرة فيه أحكام قضائية بمعناها بالتعاون مع وزارة العدل من خلال وجود أحكام قضائية تمنع من صفة الناخب أو صفة المترشح وتمنع من الحقوق المدنية والسياسية، سيقع التشطيب. وفي نفس الوقت الهيئة ستقوم بعملية، أولا يلزمنا المواطن نعلموه أنه قاع تسجيله أولا، وثانيا لو قاع تسجيلك على ضوء بطاقة التعريف الوطنية والعنوان الموجود فيها، إذا تحب تبدل مركز الاقتراع على خاطر مركز الاقتراع ينجم يكون مخالف لمركز العمل نتاعو، هذه معطوه فرصه نتاع انه يغير مركز الاقتراع نتاعو بحسب العنوان الفعلي لمقر العمل اللي موجود به. هكا معناها يرتح، وهكا نظن اكثر من عدد ممكن مواطنين وانا مشاركوا في الاستفتاء، وهذه هي النجاح المطلوبه اللي نبحثوا عليه. سي محمد تليلي، على مستوى الاشهار والتعاون مع المجتمع المدني، يعني ثم حملات ستقوم قريبا، ثم جانب هذا لأنه نعرف أنه الإشهار يحفز المواطن على أنه يعرف شنو واقع اليوم. هو في الواقع من المرجح أن يوم غد ستقع المصادقة بصفة رسمية على الرزنامة. في إطار تنفيذ الرزنامة الهيئة لن تغير الاستراتيجية متاحة مع كل الشركاء متاحة من منظمات المجتمع المدني، خاصة اللي هما معناها نعرفوا الإمكانيات نتاعهم ونعرفوا قدرتهم في السابق على خصوص خاصة عملية التحسيس. نحن سنقوم بعدة حوارات وندوات مباشرة مع كل الشركاء في هذا الشأن، وبطبيعة الحال احنا عندنا في إطار تنفيذ الرزنامة حملة تحسيسية رسمية في إطار تنفيذ الرزنامة، وهذه باش يشارك فيها الجميع. نحن سنعتمد فيها الأساليب التقليدية المتعارف عليها مثل الإعلانات عبر الاتصال السمعي البصري والمرئي وإلى آخره، وعبر المعلقات، عبر الاسماس إلى آخره، وحتى عبر شركائنا في هذا اللقاء. سي محمد تليلي المنصري، هل تلقيتم تطمينات من قبل السيد رئيس الجمهورية أنه باش يصدر هذا المرسوم اللي طالبوا به، يعني طلبتوا به كهيئة انتخابات؟ وإذا أصدروا سيد رئيس الجمهورية وقتاش يعني تم إصدار الرزنامة ولا تصادقوا على رزنامة الاستفتاء؟ هو احنا غضوة مجلسنا مقرر اليوم الغد باش نصادقوا فيه على الرزنامة بطبيعة الحال، مع في نفس الوقت تراه موش كان التسجيل يعد به رئيس الجمهورية وكونه باش يصدروا في مرسوم معها نقاط أخرى مثل النقاط المتعلقة باستثناء الهيئة من اعتماد الصفقات العمومية. نعرف طول الإجراءات نتاع اعتماد قانون الصفقات العمومية اللي ما يتمشاش في الظرف الحالي وضيق الوقت مع خصوصية المسار الانتخابي.
هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة عندنا نقطة تتمثل في من له حق من له حق المشاركة في الاستفتاء، لأن يعني النص الحالي يتحدث عن الأحزاب النيابية. معروف كل أن الأحزاب النيابية لم تعد موجودة بعد حل مجلس النواب الشعب. هذه زاد نقطة يلزم يترفع الغموض في شأنها. إذا كان ثم مرسوم باش يحددها، ما ثماش الهيئة بسلطتها الترتيبية قادرة بمقتضى قرار ترتيبي وأنها تحدد ما المقصود بذلك، خاصة وأنه التوجه يجب أن يكون في إطار الإباحة، في إطار وأنه ما هو غير ممنوع مباح، لأنه طالما لا يوجد أي مانع قانوني أو قضائي فأنه كل الكل له الحق في المشاركة في الاستفتاء، وسواء كان بلا أو بنعم. بمعنى أنه فما جملة من النقاط أبرزها اللي هي المرسوم اللي بشيزر على رئيس الجمهورية لازم يتضمن الساعة المرسوم تاع الترسيم الآلي، ثاني حاجة الأحزاب اللي بيشترك ولا المعنية بالمشاركة في الحملة معنيها تاع الاستفتاء، والصفقات العمومية، هذا الجانب اللي هو إداريا يعطل يعني عمل هيئة الانتخابات في ظل ظروف يعني الوقت الوجيز في هذه الكل. سي محمد بيه باش نسألك على موعد الاستفتاء نهار 25 جويلية، هذاك هو الموعد يعني إلى حد الآن ما زال نفس الموعد محدد، ما فماش حتى إمكانية لتغييره؟ هو بالقانون السلطة التنفيذية هي من لها الحق في تحديد التواريخ. نحن سلطتنا في إطار الولاية العامة على الانتخابات فقط تتحدد من خلال الانتخابات الدورية المعلومة بصفة مسبقة. مثال احنا هيئة مطالبين بإجراء انتخابات رئاسية مثال في سبتمبر 2024، عندنا موعد محدد بصفة مسبقة، هذاك عندنا فيه ولاية مطلقة. لكن الانتخابات السابقة لأوانها بطبيعة الحال هذيك زاد عندنا فيها سلطة، لكن في تحديد الاستفتاءات هذه راهي من الاختصاص نتاع السلطة التنفيذية. وبعد صدور أمر دعوة الناخبين في الرأي الرسمي أصبح الأمر ثابت وقانوني، ونحن كهيئة انتخابات كسلطة على خاطر هيئة الانتخابات محمد للمنصري طالبت سابقا وقالت أنه الإمكانية واردة مثلا أنه أو طالبت وقتها. احنا من منذ المجلس الأول غايتنا النجاعة، تحقيق النجاعة، تحقيق النجاعة من خلال التسجيل ومن خلال ضمان أكثر ما يمكن عدد من المشاركة. يعني مش نعمله في الاستفتاء من أجل الاستفتاء، نحن كل النقاط اللي فيها صعوبات تقع إثارتها وتقع نقاشها، معلش نقاط حمراء في خصوص النقاش كل الأمور، وطرحت حتى مسألة إمكانية تأجيل هذا الموعد والمطالبة لرئاسة الجمهورية، اعتمد كل الصعوبات وكل المقترحات وكل الحلول الممكنة، لأنه يعني نحن زاد نعرف كلنا عايشين في تونس ونعرف اللي 25 جويلية سيف، نعرف اللي 25 جويلية مواطنين بالخارج الموجودين في تونس نسبة كبيرة منهم، ونعرفوا كذلك 25 جويلية في الجنوب التونسي، مناطق الجنوب التونسي أهالينا 7 متاع الصباح 50 درجة حرارة كنا نعرفوه معناها، والتواريخ في تونس كلها تعز علينا، عندنا 25 جويلية، عندنا 9 أبريل، عندنا 15 أكتوبر عيد الجلاء، عندنا ما عندناش إشكال في التواريخ هذه، معناها ما هيش مشكلة. يبدو أنه رئيس الجمهورية حب تكون في الذكرى الأولى ل 25 جويلية والإجراءات الاستثنائية، يبدو أنه هذا هو السبب. مع ضرورة توفير الظروف اللازمة والاستجابة للنقاط اللي احنا عطيناها له. الاستفتاء ينطلق من الساعة 6 صباحا إلى الساعة 10 مساء، هذا ينجم تقريبا يخدم شوية يعني نسبة المشاركة هكا ولا سي محمد؟ هي هذيك الغاية، لكن هذا ما يعنيش، وكونه راه في إطار لقاءاتنا وحواراتنا مع وزارة الداخلية ووزارة الدفاع، ثم مناطق عندها خصوصية خاصة على المناطق الحدودية اللي احنا بسلطتنا الترتيبية نجم نقدمه حتى في الموعد الأربعة ولا حتى الخمسة نتاع العشية، مش بالضرورة يكون العشرة نتاع العشية، ثم خصوصية، ثم أمن قومي نتاع البلاد، ثم أمور أمنية في الحوار مع اللقاءات الأمنية اللي تصير مع الداخلية ومع الدفاع بطبيعة الحال باش يوقع تحديد قرار ترتيبي في هذا الغرض. المهم سي محمد تليلي أنه ثم حوار وثم إمكانية والناس الكل تسعى إلى إنجاح هذه المحطة اللي هي يعني ربما قد تغير مجرى تاريخ تونس. سي محمد سؤال الأخير، الهيئات الجهوية هل سيقع ترميمها أو تغييرها أو ستواصل بنفس التركيب؟
هو راهو في الواقع في كل المسارات يوقع التغيير. راهو احنا على خاطر هيئاتنا الفرعيه راهو مش موجودين بصفه مستمره في هيئاتنا، احنا راهو ننتدبوهم لفتره معينه لمده 4 أشهر واثناء المسارات الانتخابيه. بطبيعه الحال هما ناس راهو عندهم حد ادنى من الشفافيه والنزاهه، تلقى في مستويات معينه ساده جامعيين محامين قضاه الى اخره نفس الاستراتيجيه، وبالقياس على الهيئه المركزيه قرارنا الترتيبي باش يكون حسب الاختصاصات، باش يكون ثم يا اما قاضي مالي او قاضي اداري او قاضي عدلي مختص في الاعلاميه او عضو سابق. بطبيعه الحال نظرا لعنصر الخبره والتواصل نتاع الهيئه ماذا بينا يكون ثم عضو على الاقل سابق. في نفس الوقت باش يوقع نشر هذه الاسماء والقبول الاعتراضات، كل شخص يشوف انه راه ثم نوع تاع عدم حياديه والاستقلاليه لعضو او لعضوين او للكل، نحن لم نتردد في التدخل لتغييره. هذا اهم ما هو باش يجي في القرارات الترتيبيه نتاعنا. واضح. في انتظار اجتماعكم سي محمد تليل المنصري وربما يتم فيه المصادقه على الرزنامه. شكرا جزيلا لك سيد محمد تليل المنصري عضو الهيئه العليا المستقله للانتخابات على مدنا بهذه التفاصيل بخصوص آخر الاستعدادات في هيئة الانتخابات للاستفتاء المقرر تنظيمه يوم 25 جويليا القادم. هكا نكون وصلنا لختام غيكاب ميدي لليوم. نشكرك برشا سي حمادي البقلوطي الناشط في المجتمع المدني والمتابع للشأن العام. تحية كبيرة لأمنة بوخيد في الأخراج التقني، أحمد الشفار في الديجيتال، أنس الهميمي في ستاندر. كنت معكم سهام حمدي من نصنهار حتى التوى. نتقابل غدوة في غيكاب جديدة في الأمان. غيكاب ميدي، متابعة تحاليل ونقاشات معمقة لكل الأحداث في تونس والعالم. غيكاب ميدي يجيكم من الاثنين للجمعة من نص النهار لساعتين على الحياة فام.